كرم السيد أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء وممثلي وفود 10 دول أجنبية للفنون الشعبية، تقديرا لمشاركتهم الفعالة في نجاح مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون الذي انطلق يوم 16 من شهر فبراير الجاري ويستمر حتى يوم غد الموافق 22 من نفس الشهر، لتختتم الفرق عروضها في مدينة أبو سمبل السياحية تزامنا واحتفالا بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في معبده فجر الغد. حضر ممثلو وفود الفرق الفنية المشاركة في المهرجان وهي فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا، حضروا التكريم بالأزياء الشعبية لبلادهم. تقرير محمد حسن عز الدين. على هامش مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون، التقى السيد أشرف عطية محافظ أسوان برؤساء وممثلي وفود الفرق الأجنبية والعربية والأفريقية المشاركة في فعاليات المهرجان. وخلال اللقاء كرم محافظ أسوان رؤساء وممثلي الوفود الأجنبية تقديرا لمشاركتهم المثمرة والفاعلة في إنجاح المهرجان. مميزين جدا على المسرح. الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي تميزت بمشاركة واسعة ضمت فرق فلسطين، السودان، سريلانكا، اليونان، بولندا، المكسيك، رومانيا، أندونيسيا، كوريا الجنوبية وسلوفاكيا، إضافة إلى فرق الفنون الشعبية المصرية التي قدمت عروضها بمختلف مدن ومراكز المحافظة. And I will book it inside my house in a distinguished place inside my house. So that I can never forget this important moment from you. مهرجان أسوان للفنون والثقافة يقام سنويا في مثل هذه الأيام بهدف التعرف على عادات وتقاليد وثقافات الدول وبناء جسر من التواصل والتقارب بين الشعوب. تابعت لكم لقاء محافظ أسوان ورؤساء وفود الدول المشاركة في المهرجان العاشر. كنت معكم محمد حسن عز الدين لقناة طيبة.